نحن هنا متواجدون بقرية الطفولة المسعفة بدراريا لمرافقة أطفال المركز خرجتهم الترفيهية في حافلة المتحف المتنقل. برنامج ثري سطر من طرف مؤسسة إيتوزا لكل هؤلاء الأطفال، والغاية الاحتفال بذكرى أول نوفمبر. إطار البرنامج المسطر من مؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري، دونك نظمنا خرجات هي راح تكون على الأسبوع كامله احتفاء بأول نوفمبر. حبينا نجيو لاس او اس دراريا باسكو هي شريحة وسيم من المجتمع، حبينا نعرفوهم باللي ثورة واش معناتها واش صرا في الثورة والهدف منها، وسي كو الشعب المجاهدين عانوا باش يحروا هاد البلاد. حبينا نقولوا لهم اوسي باللي نتوما اوسي راكو شريحة من المجتمع، لازم تقراو لازم تحافظوا باش تنميوا البلاد اللي ضحوا عليه الشهداء. أطفال المركز استحسنوا هذه المبادرة كونها فرصة يتعرفون من خلالها على تاريخ الجزائر. اليوم جا سي لو 1 نوفمبر، جات شركة إيتوزا، عجبني الحال بزاف، داتنا جولة في دراريا ودورت هنا وانا عجبني الحال وعجبني لي فوتو لي فيه، ونشكر بزاف شركة إيتوزا اللي جات زارت أسواس وفرحتنا. نحن نشجعوا هذا النوع من المبادرات، مبادرات اللي كيما هادوما اللي عندهم شق تعليمي اللي باش الدراري يتعرفوا على التاريخ تاعهم، فيه شق تربوي اللي مبادرات اللي يقدروا يغذيوا الروح الوطنيه من عند الاطفال بمعرفه التاريخ تاعهم، بمعرفه الشخصيات التاريخيه، بمعرفه حقيقه الثوره الجزائريه، باش هكذايا يقدروا يلحقوا وين يعرفوا قيمه الوطن اللي راهم فيهم. مبادرة المتحف المتنقل تدوم 10 أيام، ستجوب من خلالها الحافلة كل ربوع ولاية العاصمة.